يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كتاب القسم مقسمه لمجموعه بنسميها الترانكلايزرز. كلمه ترانكلايزر بالعربي الحقيقه ملهاش معنى واضح، لكن هو ساعات يسموها المطمئنات. تحت عنوان الترانكلايزر هتلاقي مجموعتين، مجموعه خلصناها المره اللي فاتت اسمها المايلد ترانكلايزرز، اللي هي اسمها دلوقتي في الطب بقى انزيوليتك او انتي انزايتي درجز، فاكرين طبعا اشهرهم كانت مجموعه البنزودايزابينز. الميجور ترانكلايزرز هم اللي بقى اللي هنقولهم ان شاء الله دلوقتي، اسمهم في الطب دلوقتي يا جماعه اسمهم نيوروليبتيك دراجز. كلمه ميجور ترانكلايزر دي بتفرق في الطب قوي، دي معناها بيعالجوا امراض عقليه، بيعالجوا مشكله زي مشكله الفصام او الشيزوفرينيا. ليهم اسم برضو قديم شويه، يسموهم ذا انتي سايكوتيك دراجز او يسموهم ذا انتي شيزوفرينيك دراجز. بعد المجموعه دي هتلاقي مجموعه اللي بتعالج الاكتئاب، هنسمع ان شاء الله بعد شويه كده مجموعه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنس او الانتي ديبريسنس عموما. في مجموعه اللي بتعالج الجنون يسموهم الانتي مانيك دراجز. في مجموعه بيقولوا عليها سايكوتوميميتك اللي بتعمل هلوسه، ودي مش علينا الحشيش بقى والحاجات الادويه او المركبات اللي شبه الحشيش اللي بتعمل نوع من السايكوزس عباره عن تهيؤات بس. في مجموعه ادويه اسمها سايكوموتور ستيمولس، مقصود بيها ادويه تنشط الجهاز العصبي، وسمعنا بقى زمان عن الامفيتامين في الاوتار. يبقى عندنا كده ان شاء الله مجموعه دلوقتي كده اسمها مجموعه النيوروليبتيك دراجز. يعني مش هنشرح طبعا يعني ايه سايكوزس، بس عشان تبقى متخيل يعني دول بيعالجوا حاجه اسمها السايكوزس، واشهر انواع السايكوزس اللي بنسميه سكيزوفرينيا. ده بيبقى خلل زي ما اتفقنا يا جماعه، خلل في الافكار والمشاعر. العيان ده بيبقى عنده هالوسينيشنز، بيشوف حاجات او بيسمع حاجات مش موجوده في الحقيقه. بيبقى عنده حاجه اسمها ديليوجنز، فكره خاطئه مسيطره عليه، غالبا بتبقى بارانويد، شعور بالاضطهاد او شعور بالعظمه. وبيحصل عنده انعزال اجتماعي، بيبقى عنده حاجه اسمها ايموشنال دالنس، بيبقى عنده نوع من التبلد الشديد في المشاعر حتى مع اقرب الناس. النظريه بتاعت السايكوزس بتقول ان مشكله السايكوزس ان في زياده في شغل الدوبامين على حاجه بنسميها دوبامينرجيك ريسبتورز، واشهرهم في البرين ريسبتور اسمه دي 2 اللي سمعناه المره اللي فاتت مع علاج الباركنسونز. وفي نظريه ثانيه بتقول ان المشكله كلها زياده في نشاط السيروتونين. ده عادي، يبقى دي نظريه وعلاجها ان انا اقفل الريسبتور بتاع الدوبامين. وفي نظريه ثانيه مشكلتي هي سيروتونين مش دوبامين، فعلاجها ان انا اقفل السيروتونين ريسبتورز. بشكل مبسط قوي مجموعه الادويه اللي تقفل الدي 2 يسموها في الكتب تيبيكال انتي سايكوتكس. والمجموعه اللي معتمده اساسا على انها تقفل السيروتونين يسموها المجموعه الاحدث بقى، يسموها الف. التيبيكال سيادتك مش مطالب غير بدواء واحد فقط لا غير، عشان ده اللي موجود في الاسئله والامتحانات، ده اسمه كلوزابين. خلاص؟ يبقى كلوزابين ده بيقفل ريسبتور اسمه السيروتونين، بيقفل ريسبتور اسمه 5 اتش تي نمرة 2 أو 3 أو غيره. المهم إن هو مين أكشن بتاعه أعتقد إن هو يقفل السيروتونين مش الدوبامين. طيب أهم ميزة فيهم إيه بقى المجموعة الجديدة الأتيبيكال دي؟ طالما ما قفلتش الدي 2 يبقى أنت ما عملتش باركنسونز، عملتش مشكلة اسمها باركنسونز بتاع المرة اللي فاتت. عيب بس الكلوزابين ده إن هو بيعمل حاجة بنسميها أجرانيلوسايتوزس. لما بيتاخد بيهبط ارتفاع العظم شوية فبيقلل عدد كرات الدم البيضاء. مكتوب كده في الكتاب وفي الاسئله بيبقى احتمال حدوثه من 1-2%، عشان كده محتاج متابعه كويسه. لو انا هديه العيان يبقى كل شويه اعمل له صوره دم عشان اعرف بدات كرات الدم البيضاء تقل ولا لا. يبقى ده بالنسبه لنا كده المجموعه الاتيبيكال، ومعلهاش اكتر من هذا السؤال في الكتاب. تعالى بقى على المجموعه الثانيه اللي بيسموها الاتيبيكال انتي سايكوتكس. بتتقسم كيميائيا الى 3 مجموعات، وانت مش عليك اسامي كيميائيه. في مجموعة اسمها مجموعة الفينوثايزين، المهم فيها اسم الدواء اللي اسمه كلور برومازين، ومعاهم بقى دواء كده اسمه ثايولينازين، دواء اسمه ترايفلوبرازين. لكن تقريبا كل الأسئلة بتاعت الـ MCQ على الدواء على الكلور برومازين.
في مجموعه ثانيه اسمها مجموعه الفايزاتينز، مش مهمه خالص. في مجموعه اسمها بيوتايل وفينونز، فيها دوايين اعتقد ان انت سمعتهم قبل كده، دواء اسمه دروبيرينول واخوه اسمه هالوبيرينول. فاكرهم؟ دروبيرينول والهالوبيرينول ده كان بيتاخد لو تفتكروا كده مع دواء اسمه الفنتانيل. مش عارف احنا المره اللي فاتت قلنا في ايه فاكرين؟ الفنتانيل ده دواء مسكن اقوى من المورفين 80 مره تاني، وكان بيشتغل على ريسبتور اسمه النيو ريسبتور، فكان يعالج الالم قوي، بس كانت مشكلته انه ممكن يهبط الريسبيراتوري سنتر. كنت بديه كمسكن وبديه اثناء العمليات الجراحيه القصيره المؤلمه صح عشان هو بيقلل الالم. بس مشكلتي ايه بقى؟ ان لما بشغل الدي 2 اللي موجوده في السي تي زد مركز الطريق يعمل لي فيلم، فكنت بحط معاه الدواء اللي اسمه الدروبيرينول عشان يقفل الدي 2 فيقوم يمنع الطريق اللي بيعمله الفنتانيل. طيب المهم بقى افتكرنا كده الاسامي اللي علينا ان شاء الله في المجموعه دي، فلور بروبازين، دروبيرينول، ودواء زي ده بالظبط اسمه هالوبيرينول ما فيهوش اي ميزه يعني او اي اختلاف. طيب تيجي بقى الدواء الاشهر في المجموعه اللي هو الفلور بروبازين، ما يهمناش قوي حاجه في الكاينتكس الا حاجه واحده بس، طبعا هو اكيد بيعدي البلاد بريفر يعني مش محتاجه شرح، بس في الكاينتكس افتكر ان هو كان بيعدي البلاسنتال بارير وكان تلاتوجينيك. الكلوربرومازين هو بيتاخد اورال وبيتكسر في الكابل وبيعدي مش عارف ايه وبيمسك في مين، لكن المهم فيه ان هو لما بيعدي البلاسنتا بارير بيبقى تراتوجينيك، وبالتالي هذا الدواء ممنوع في الحوامل. ايا كان بقى الحوامل دي عندها قيء، عندها مشكله سايكوزس، بلاش تديها الكلوربرومازين. طيب الميكانيزم اوف اكشن، الدواء ده بيقفل ريسبتور اسمه الدي 2 ريسبتور، جزء من البرين كده اسمه الليمبيك سيستم والهايبوثالامس وغيره، وده اللي بيخليه يشتغل از انتي سايكوتيك. في طريقه عشان نلم بيها الكلوربرومازين كده من غير ما ندخل في تفاصيل قوي، الدواء ده بيقفل ثلاثه ريسبتورز بشكل قوي، بيقفل الدي 2 وبيقفل السيروتون وبيقفل الفا 1، دول بيشتغل عليهم كبوتنت بلوكر، وفي ثلاثه ريسبتورز بيقفلهم بشكل اضعف بكتير، الماسكارينيك ريسبتورز والاتش 1 ريسبتور وريسبتورز اسمهم النيكوتينيك ريسبتورز. واللي فينا فاكر النيكوتينيك ده كان في نوع موجود في الجلده وكان في نوع ثاني موجود على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن. هو بيقفل الثلاثه دول بس بيقفلهم بشكل ضعيف. لو انت افتكرت المعلومات دي، لو افتكرت هو بيقفل ايه، تلاقي ان شاء الله الموضوع ماشي كده مترتب يعني. تعالى بقى بص معايا كده، لما اقفل الدي 2 عملت الاتي، قفلت الدي 2 في الفرونتال كورتكس اشتغلت از انتي سايكوتيك، قفلت الدي 2 في حته بنسميها كيمو ريسبتور تريجر زون فاشتغلت از انتي ايميتيك. بس غصب عني بقى قفلت الدي 2 في حته بنسميها البيزل جانجا فعملت اعراض يسموها اكسترا بيرابيدال مانيفستيشنز، اشهرهم يكون حصل باركنسون. مش انا كده هعمل امبالانس بين الدوبامين والاسيتايلكولين. طيب لما اقفل الدي 2 في الهايبوثالامس هيحصل ثلاث حاجات. لما اقفل الدي 2 في مكان اسمه الهايبوثالامس هيحصل ثلاث حاجات. اولا هيزيد افراز هرمون اسمه البرولاكتينين. يحصل حاجه بنسميها هايبر برولاكتينيميا. ودي مشكله مزعجه جدا في الستات، بتعمل انقطاع في الدوره شهرية وبتعمل فيلير اوف اوفيليشن يسموه امينوريا جالاكتوريا سيندروم. وفي الرجاله بتكبر حجم البريست يسموها جاينيكوماستيا وبتعمل عقم وبتعمل امبوتنس. طيب هيعلي الابيتايت. لما اقفل الدي 2 في الهايبوثالامس يزيد قوي الشهيه بالتالي العيان وزنه يزيد. لما اقفل الدي 2 في الهايبوثالامس حراره الجسم تقل تحت النورمال. يقل البودي تمبرتشر بيلو نورمال يعني بيعمل حاجه اسمها هايبوثرميا. خلاص يبقى ده انت لو افتكرت كده الدي 2 من الجدول اللي موجود عندك في الكتاب كده الدي 2 بتشتغل ازاي وبتعمل ايه وانت عارف تقريبا كل الفارماكولوجيكال اكشنز. الحلو اللي فيه انه اشتغل كانتي سايكوتيك وانه قدر يعالج القيء انتي ايماتيك ما عدا القيء بتاع الحمل لانه هيعمل تراتوجينيك وما عدا القيء اللي بنسميه القيء بتاع الموشن. ان قيء موشن سيكنس ده محتاج انك انت تقفل
الماسكارينيك والهستامين بتوع الفوميتنج سيل. هيبقى العيوب بتاعته بقى خلاص متوقعه، عمل اكسترا بيراميدال او باركنسونيزم، زود البرولاكتين، زود الشهيه فزود الوزن، وممكن يقلل التمبرتشر بلو نورمال. طيب لما في السيروتونين ريسبتور، يمكن مش عليك قوي لان السيروتونين ده مش واضح في الجيم، بس لما في السيروتونين ريسبتور يقوي شغله كانتي سايكوتيك. صح؟ مش انتوا فاكرين النظريتين؟ السايكوسس جه يا اما دوبامين مفرط في شغله يا اما سيروتونين. انت قفلت الاثنين، قفلت الدي 2 وقفلت السيروتونين. والحاجه الثانيه ان هو لما تقفل الدي 5 HT برضه بتزود قوي الابيتايت. يعني الشهيه تعلى قوي لما تقفل الدوبامين السيركل في الهايبوثالامس، ولما تقفل كمان السيروتونين السيركل. طب الالفا 1 دي الكلام بتاع زمان بقى بتاع الاوتونوميك. لما اقفل الالفا 1 اعمل فازو دايلاتيشن في الفينز. اوسع الاورده. لما اوسع الاورده واكون نايم كده واجي اقف مره واحده يحصل لي مشكله اسمها بوستورال هايبوتنشن. يبقى ده اكشن او عيب منه متوقع، لان هو بيعمل فينو دايلاتيشن، يعمل بوستورال هايبوتنشن. عملنا فازو دايلاتيشن في الشرايين. لما اعمل فازو دايلاتيشن في الشرايين يقلل الارتيريال بلد بريشر. كلكم شاطرين بقى عارفين لما اقلل الضغط يحصل حاجه اسمها ريفلكس تاكتوركيا، يبدا ضربات القلب تعلى بسبب شغل السيمباثيتك اللي عايز يظبط الضغط. في الرجاله بقى بيعمل حاجه اسمها فيلر ريجنريشن، مش مهم بس تفتكر ان هو الالفا 1 بيعمل فازو دايلاتيشن جامد، والمحصله فيه انه يقلل قوي ضربات القلب، يقلل اسف ضغط الدم ويعلي قوي ضربات القلب. طب تعالى بقى بص على اللي اتقفل بشكل ضعيف. قفل الماسكرينك بشكل ضعيف، يعني اشتغل كانه ويك اتروبين لايك. يعني بقى ويك اتروبين لايك ده هيعمل ايه ان شاء الله؟ الاتروبين ده كان بيعمل ايه كده على القلب؟ يزود ضربات القلب. يبقى الدواء ده بيزود ضربات القلب بسبب ايه؟ ان هو وسع الشرايين فقلل الضغط فحصل ريفلكس، وان هو كمان اشتغل كانه اتروبين. الاتروبين كان بينشف الريق، الاتروبين كان بيعمل كونستيبيشن، الاتروبين كان بيحبس البول بالذات في العيالين الكبار في السن، وكان بيعلي ضغط العين. يبقى ده يعمل زيه بس المستوى اقل شويه، ان هو ليه ويك اتروبين لايك. الناس اللي حضرت ان شاء الله هتفتكروا، اللي ما حضرش الله هيفهمني ان شاء الله. انت اخدت بالك الباركنسونيزم كان بيحصل نتيجه البالانس ما بين الدوبامين اللي بيشتغل على حاجه اسمها الدي 2 وبين الاسيتال اللي بيشتغل على ماسكين، صح؟ المفروض ان الدواء ده ما كانش يعمل باركنسونيزم. الدواء ده قفل الدي 2 وقفل ماسكين، فهي البالانس المفروض انه موجود، بس ليه عمل باركنسونيزم بقى؟ ان شغله على الدي 2 اقوى قوي من ده. فكانك انت قللت الدوبامين قوي وما قللتش قوي اسيتال، فيبقى حصل امبالانس فيجيب باركنسونيزم. طيب الاكشنز بقى اللي هي بتاعت الاتش 1 ده هيعمل حاجه اسمها سيديشن. معلش يا جماعه عشان محدش برضه ايه يتلخبط، السيديشن هنا معناها العيان لما بياخد الدواء بقى خامل وعايز ينام وكده. السيديشن مش بس سببه ان هو قفل اتش 1، كل الحاجات دي في البرين يا جماعه بتصحصح. الدوبامين في البرين والنور ادرينالين والسيروتونين كلهم سي ان اس ستيمولنتس. لما تقفل الريسبتور بتاعهم اكيد هتنام على نفسك، بس السيديشن ده ليه تفسيرات كتيره قوي مش بس عشان قفل الاتش 1، لان هو شغله على الاتش 1 لو خدت بالك ما هوش قوي. ومع ذلك هتلاقي من العيوب المشهوره اللي فيه قوي بيعمل حاجه اسمها سيديشن وفيها مكتوبه كده بالخط العريض. طيب بيقفل النيكوتينك بتاع الجانجا، ولما تقفل النيكوتينك بتاع الجانجا تقلل الارتيريال بلاد بريشر. خدت بالك هو قلل الضغط بكام طريقه؟ على الاقل طريقتين مش كده؟ قفل الالفا 1 ده اهم سبب. وسعت الشرايين لان انت قفلت الريسبتور اللي كان بيعمل فيها انقباض. وعشان كمان اشتغلت كانك جاي كيلو بلوكر. وتلاقي بقى كتاب القسم راح محبش كده شويه حاجات، هبط حاجه اسمها فازو موتور سنتر، هبط الهيت ريجوليتنج سنتر، المهم ان هو في الاخر يقلل قوي الارتيريال بلاد بريشر والمين اكشن بتاعه باي الفا 1 بلوك. طيب ال ان ال بتاع العضلات ده لما تقفله يعمل حاجه اسمها سكيليتال ماسل ويكنس. كان في مجموعه كده اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز بتاع اللي بتقفل الريسبتور اللي موجود على العضلات الاراديه فبيعمل ارتخاء في العضلات. كان اشهر دواء فيه اسمه الكوراري لو تفتكروا تاريخيا. الدواء ده بيعمل اكشن شبيه بالكوراري، سموه كوراري لايك، لان هو قفل ان الريسبتور اللي موجود على النيورو ماسكولار جنكشن اوف ذا سكيليتال.
في اكشن اقل اهميه شويه اللي بيقفل الصوديوم شانلز. هوش حاجه مهمه قوي لكن عشان لو موجوده في الكتاب بيشتغل كانه صوديوم شانل بوفر بس ضعيف. خلاص لو بصيت بقى على الكتاب هتلاقي كده الاكشنز مقسمه كده في الكتاب الى سي ان اس اكشنز كده. فكر فيهم كده هتلاقي اهم اكشن ليه انه اشتغل از انتي سايكوتيك. وعملها ازاي؟ قفل الدي 2 وقفل كمان شويه السيروتونين. وبعدين اشتغل كانتي ايميتيك عشان قفل الدي 2 في حته بنسميها سي تي زد. وبعدين جه على الهايبوثالامس عمل ثلاث حاجات. زود الابيتايت وزود البرولاكتين وقلل الحراره، عمل حاجه اسمها هايبوثيرميك اكشن. عمل سيديشن وعرفنا اسباب السيديشن مش بس عشان قفل الاتش 1 عشان قفل كل الريسبتورز بتاعت كاتيكولامينز او المونوايت. الحاجه بقى الزياده في الكتاب غير زي اللي احنا قلناه بيعمل حاجه اسمها lowering of the seizure threshold. فاهمين معناها مش كده؟ lower زي ما قلناها مع المورفين. يعني لو عندي بؤره صرع هو يخليها مستعده للانطلاق. فعشان كده بنخاف منه في الناس اللي عندهم epilepsy. يبقى ده تقريبا كده الفارماكولوجيكال اكشنز المشهوره بتاعت الدواء. الاستعمالات بتاعته مفيش غير استعمالات الاساسيه الاهم بالنسبه لي طبعا استعماله كانتي سايكوتيك. بيتاخد في علاج السايكوزس محتاج جرعه كبيره شويه. يمكن هتلاقي كتاب القسم كاتب بيعالج حاجه اسمها بوزيتيف ساينس مش كده؟ اكتر من النيجاتيف ساينس. تمام؟ كلمه بوزيتيف دي معناها هلوسه ومعناها ان العيان بيجي له حاجه اسمها ديليوجنز اللي هي الضلالات الفكره الخاطئه اللي مسيطره عليا دي. وبيعالج حاجه اسمها ديليوجنز اللي بنسميها الاوهام. دي في الطب النفسي اسمها بوزيتيف ساينس اوف سكيزوفرينيا. هو كويس قوي فيها. ما يصلحش قوي بقى النيجاتيف ساينس اللي هو الانطواء الموشن دارنس والكلام اللي هو ده لا هو مش قوي قوي عليه. يبقى ده بالنسبه لي كده اهم استخدام. استعمال نمره 2 كانتي ايميتيك. بيتاخد عشان يمنع القيء بس ممنوع في القيء بتاع الحوامل عشان بيعمل تشوهات في الجنين ومش هيجيب نتيجه في الموشن سيكنس. هو المفروض في الموشن سيكنس اقفل ريسبتور اسمه ماسكارينيك واقفل اتش 1. ومع ذلك هو ما عرفش يعملها صح؟ لانه اكشن بتاعه ويك ما بيقدرش يعالج مشكله الموشن سيكنس. يتاخد قبل التخدير الكلي يسموه بري انستيتيك ميديكيشن عشان العين يبقى هادي كده وينام كويس يبقى مطمئن قبل العمليه. ويتاخد جوه اوضه العمليات كهايبوثيرميك ايجنت. انتوا عارفين يا جماعه بعض العمليات بقى اللي بتطول قوي زي عمليات المخ والاعصاب وعمليات الشرايين بتاعت القلب والكلام ده عشان اقلل استهلاك الاكسجين واستهلاك الادويه بتاعت التخدير بقلل البيزا ميتابوليك ريت. فبخلي العيان ناحيه الهايبوثيرميا شويه عشان ما يحتاجش ان يعمل ميتابوليزم عالي ويستهلك اكسجين. وده استخدامه از بري انستيتيك ميديكيشن. بالتالي هي دي الاستعمالات المشهوره. في استعمال في حاجه اسمها الايكف اللي هو بنسميها بالعربي الزواطه ده الفكر او الفواط يعني العربي. هي فكره ان الريفلكس ده بيبقى داخل فيه الريسبتور بتاع الدوبامين. يعني داخل فيه حته السي تي زد اللي فيها شغل النوزي والبومبي. لو انا قافل الريسبتور ده يبقى انا وقفت الريفلكس بتاعك. يبقى ده استخدامه او الاستخدامات المشهوره اللي فيه. العيوب بتاعته بقى ليه عيوب مشهوره جدا جدا على السي ان اس. نمره واحد هتلاقي مكتوب سيديشن مش كده؟ وان هو بيلور ذا سيجر ثريشولد. اهم العيوب بتاعته على مستوى السي ان اس اللي ممكن يعمل حاجه اسمها اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز. قفل قوي دي 2 في البيزا الجانجليا وما قفلش قوي الماسكرينك فبدا يحصل امبالانس. يبان بقى على شكل ايه بقى اكسترا بيراميدا؟ ممكن تبان على شكل تريمورز بس. ممكن تبان على شكل حاجه بنسميها الاكاثيزيا. سموها ريستلس موفمنت طول ما هو قاعد مثلا عمال يهز رجليه. حاجه اسمها اكيوت ديستونيا. اكيوت يعني فجاه. وديستونيا بيحصل انقباض شديد جدا بيزيد قوي التون في مجموعه من العضلات فتلاقي العيان ده رقبته اتعوجت كده لان المصل هنا بقى فيها سباز والناحيه دي خدت الدماغ كده ناحيتها. دي سموها اكيوت ديستوني. ممكن يحصل بقى الاعراض بتاعت الباركنسونيزم كلها على بعضها بقى. يعني يبان العيان بقى ان هو بصوره الباركنسونيزم اللي احنا سمعناها. دي من الحاجات اللي مشهوره قوي في الدواء ده. بيعمل عيب تاني اسمه تارديف ديسكاينيزيا. هي كلمه تارديف يا جماعه معناها متاخره. وديسكاينيزيا معناها ابنورمال انفولنتري موفمنت. هو العرض ده سمعناه مع ال دوبا لو تفتكروا. العيان لما بياخد ال دوبا كتير ويبدا الدوبامين يعلى عنده بيبتدي يعمل حركات لا اراديه. هو بيحصل مع الادويه دي مع انها بتعمل العكس مع انها بتقفل الدي 2
بس تفسيرها اللي موجود في الكتب ان انت لما تستخدم الدواء ده فترات طويله وانت قافل الدي ان ايه يحصل حاجه اسمها اب ريجوليشن في الدي ان ايه، يبدا عددها يكتر قوي لدرجه ان هي ممكن تشتغل بالدوبامين بتاع المخ عندك وتعمل العكس، تعمل اب نورمال انفولنتري، ملهاش علاج لو حصلت. بس كتاب القسم كاتب ده واسمه ليثيوم، ممكن يبقى بروفيلاكتيك لو انت خايف منها ممكن تدي الليثيوم كده كوقايه. العيب اللي بعد كده الاخير على سي ام اس بيعمل حاجه اسمها نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم. واحده واحده بس عشان الاسامي دي لو جديده عليك، يعني كلمه نيوروليبتيك هو الدواء اللي بيعالج السايكوز مش كده، اسمه مجموعه اسمها نيوروليبتكس. مالجنانت لانها بتموت، رد فعل لو حصل ممكن العيان يموت منه. اللي بيحصل ايه بقى يا جماعه؟ العيان اللي عنده جينيتك ديفكت، مش كل الناس اللي هتاخد الدواء ده هيحصل لهم المشكله دي، يبقى عنده خلل في الجينات بتاعته. لما يتعرض لادويه معينه العضلات فيها مخزن كده للكالسيوم اسمه سيركوبلازميك ريتيكولم لو تفتكروه. لما ادويه معينه كده بتحفز قوي قوي خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم، كالسيوم زياده عن الحد الطبيعي. فتلاقي العضلات بتاعته حصل فيها تصلب وبدا يكون حراره، بدا ينشط الميتابوليزم او ينشط ما يسمى بالاوكسيديتيف فوسفوريشن. فتلاقي العيان ده حرارته تعلى قوي، وتلاقي العيان ده عنده مسل سباس تقريبا في كل الجسم. دي شبه قوي حاله يمكن سمعتوها بقى زمان كده اسمها مالجنانت هايبرثيرميا، اللي بتحصل في ادويه التخدير، دواء اسمه ساكسونال كولين او دواء اسمه هالوثين. بيعمل نفس المشكله لو العيان عنده جينيتك ديفكت اكسسيف ريليز اوف كالسيوم، وبالتالي يعمل كونتراكشن جامد ويولد حراره عاليه. علاجه ان انا ابرد جسم العيان، مجرد ان انا اعمل له كولي، وان انا اديله دواء يمنع خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم. الدواء ده اسمعه بس عشان ايه، اذا ما كنتش ذاكرته قبل كده، دواء اسمه لانترولين بيتاخد انترافينس عشان يوقف خروج الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم، فيخلي بقى العضلات تفك ويخلي الميتابوليزم يرجع تاني نورمال. يبقى ده بالنسبه لي كده الاعراض الجانبيه بتاعته على مستوى السي ان اس. بيعمل ايه بقى مشاكل ثانيه؟ مشهور قوي اللي بيعمل الرجيك ريأكشنز، والالرجي بتبان في اشكال مختلفه. تلاقي كتاب القسم كاتب لك فوتو سنسيتيفيتي، مش كده؟ دي معناها ان لما اخد الدواء واتعرض لضوء الشمس يطلع لي بقع على الجلد. بيعمل مشكله اسمها كوليستاتيك جوندس. كوليستاتيك جوندس يعني خلايا الكبد بيحصل فيها نوع من الانفلاميشن فبتكبر قوي كده، فبتسد المجرى بتاع البايب. البايل المفروض بيتصنع في الكبد وينزل على الجول بلادر، هي وقفت المجرى بتاع البايل اللي بيخليه ينزل على الجول بلادر، فبدا البايل يعرف الدم. تلاقي العين يجي لك بعد كده بلون اصفر، يسموه كوليستاتيك جوندس او هيباتايتس. عرفنا ان هو تيراتوجينيك، عرفنا انه بيعمل مشاكل على الكاردي فاسكولار، اهمها بيعمل هايبوتنشن وحاجه اسمها بوستر هايبوتنشن وتاكيكارديا جامده لاكثر من سبب. اشهر سبب الريفلكس، والسبب الثاني اتروبين لايك. بيعمل اعراض جانبيه شبه الاتروبين، تلاقي العيان يجي له دراي ماوث وكونستيبيشن ويورين ريتنشن والكلام ده كله. ساعات بيعمل عتامه على القرنيه وعتامه على العدسه بتاعت العين، بيقول عليها كورنيال اوباسيتي او اوباسيتي اوف ذا لينس. يبقى هو ليه مشاكل كتير قوي مشهوره. ما تنساش بقى انه عمل حاجه اسمها هايبر برولاكتينيميا، ودي عملت في الرجاله جاينيكو ماستيا وانفوتنس، وفي الستات اميلوريا جالاكتوريا سيندروم. عمل سيديشن اللي احنا قلناها من شويه. يبقى دي كلها كده اعراض جانبيه مشهوره جدا في الدواء. مش مهم قوي الدراج انتراكشنز، مش مهم خالص في الاي سي كيو، ما حدش بيسالك يعني تقريبا عن الدراج انتراكشنز. يبقى ده بالنسبه لي كده الدواء اللي بنسميه كلوربرومازيد، اللي هو اشهر واحد في مجموعه التيبيكال انتي سايكوتكس. في دواء تاني وراه كده اسمه ثايوريدازين، ودواء اسمه ترايفلوبرازيد، انا الحقيقه ما شفتهمش في الام سي كيو يعني. بس يعني بسريعا كده الثايوريدازين، الثايوريدازين مختلف شويه عن الكلوربرومازين ان الاتروبين لايت اكشن بتاعه قوي. ليه اكشن انتي ماسكرينيك شويه قوي. عشان كده ما بيحصلش معاه قوي مشكله الاكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال حصلت نتيجه انت قفلت الدوبامين قوي وما قفلتش الماسكرينيك. ده بيقفل الماسكرينيك بشكل شويه اعلى. فما بيحصلش معاه قوي مشكله الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن. اللي وراه بقى اللي هو الثايوريدازين ده العكس بقى. ده فيري باورفول دي 2 بلوكر. بيقفل الدي 2 بشكل قوي جدا وضعيف قوي كانتي ماسكرينيك. يقوم يعمل ايه بقى؟ يعني ايه الميزه اللي في ان انا اقفل الدي 2؟ ايه الميزه اللي انا اقفل الدي 2؟ انتي سايكوتيك وانتي ايميتيك صح؟ ما
بس العيب بقى لما اقفل الاثنين دين وما قفلتش الماسكيرات يجي لي اكسترا ثيرابي، يجي لي اعراض باركنسونيزم بشكل اعلى، لان انا عامل الامبالانس اللي هو يؤدي الى مشكله الباركنسونيزم. الدواء اللي بعد كده اللي هو مجموعه البيوتايريفينولز، عرفنا الدروبيريدول والهالوبيريدول. نفس الكلام فيري باورفول دي تو بلوكرز وويك انتي ماسكيرات، يبقى كويسين قوي سايكوزس وكويسين قوي في الفوميتنج، لكن مشكلتهم هيعملوا اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز. وما ننساش المره الاخيره دروبيريدول بيتحط مع دواء اسمه فنتانيل في العمليات الشورت ماينور بينفول اوبريشنز، عشان ده بيسكت الالام اللي هو الفنتانيل، ولو اتاخد لوحده هيعمل قيء امنع القيء عن طريق ان انا ادي دروبيريدول. لسه من قالوا تفتكروا المره اللي فاتت يورو ليبت انالجيزيا. يبقى ده تقريبا كده المجموعه بتاعت الانتي سايكوتكس، اعتقد مفيش فيها حاجه اكتر من كده. المجموعه اللي في الاخر بقى اسمها الانتيفيكال، انت بس قلت لك عليك الكلوزابين، وبس عايز اقول معلومه اخيره بس الكلوزابين. لو انا عندي باركنسونزم كويس وباخد ال دوبا وبدات ال دوبا تحول لدوبامين وعيلي او الدوبامين في البرين، صح؟ هيجيب لي عرض جانبي يعني سايكوزس، صح؟ ينفع ساعتها اعالج السايكوزس ده بتيبيكال انتي سايكوتيك؟ يعني ينفع ادي ساعتها كلوربرومازين؟ ليه بقى لا؟ هيقفل الدي ان ايه فيصلح السايكوزس بس بوظ لي الباركنسونز. فالحل بقى ساعتها ان انا ادي اتيبيكال، ماليش دعوه بقى بالدي ان ايه، اقفل السيروتونين، يبقى انا عالجت الباركنسونزم بالال دوبا ومنعت او صلحت مشكله السايكوزس بدواء اتيبيكال انتي سايكوتيك. عشان كده دايما هو ده دورهم الاساسي، لما يعالجوا لي الانديوست سايكوز اللي هو حصل نتيجه علاج الباركنسونز. تحبوا نريح شويه ولا تحبوا نكمل على طول ولا الساعه كام دلوقتي؟ زي ما انتوا عايزين يعني، لو تعبانين نقعد في 5 كده 10. ايوه ايوه ريح شويه. طيب يعني ربع ساعه كده ان شاء الله ونبتدي على طول؟ تمام.